يمكن نحن بحد معين منشبه حالة نحمية. يلي نحمية كان بمدينة بعيدة عن أورشليم وبده ينتقل على أورشليم لما سمع إنه السور مهدوم والهيكل مهدوم والبيوت والمدينة كلها النار والشعب الذين هناك بنحمية واحد بقول هم في شغلوا معي شر عظيم. فنحن نشكر رب مش بكل هاي النواحي منشبه حالة نحمية، لكن نحن عم ننقل من مكان لمكان. واللي درس سفر نحمية من أجمل الأسفار بالحقيقة، خاصة بالعهد القديم، الأسفار العملية اللي بتعلمنا الخدمة والتحديات اللي بتواجه الخدمة وكيف نواجه التحديات ونتحدى التحديات بتواجه الخدمة وكيف ننتصر من لا شيء. فياريت منروح منقرأ السفر يلي هو مش كتير كبير، لكن رح نجرب نعمل عنه لمحة سريعة اليوم. والعنوان تبع الوعظة هو مكايد إبليس لإفشال خدمة الله أو عمل الله. مكايد إبليس، شو بيعمل إبليس لحتى يفشل الخدمة؟ ورح نقرأ مع بعضنا نحن واقفين من نحمية والإصحاح السادس. ياريت نوقف مع بعضنا البعض ونقرأ نحمية الإصحاح السادس. ولما سمع، وانتبهوا على الأشخاص هودي اللي بيكرر أسماءهم بتكرار بكل السفر بهذا الإصحاح بشكل خاص، سنبلط وطوبية وغيرهم، لكن سنبلط وطوبية كأنه أحيانا في أشخاص معينين أدوات جاهزة ليستخدمهم الشيطان بطريقة كتير جيدة من ناحيته، أواني جاهزة لخدمة إبليس. ربي ساعدنا نحن نكون أواني جاهزة لخدمة المسيح، أمين. بقول ولما سمع سنبلط وطوبية وجشم العربي وبقية أعدائنا أني قد بنيت السور ولم تبقى فيه ثغرة، على أني لم أكن إلى ذلك الوقت قد أقمت مصاريع الأبواب. مصاريع يعني مفصلات للأبواب. أرسل سنبلط وجشم إلي قائلين: هلما نجتمع معا في القرى في بقعة أونو. وكانا يفكران أن يعملا بي شرا، فأرسلت إليهما رسلا قائلا: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما؟ وأرسلا إلي بمثل هذا الكلام 4 مرات وجاوبتهما بمثل هذا الجواب، فأرسل إلي سنبلط بمثل هذا الكلام 5 مرات مع غلامه برسالة منشورة بيده مكتوب فيها: قد سمع بين الأمم وجشم يقول أنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور. وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في هوذا ملك. وهذا كله على فكرة كلام كذب وغلط اختراع. والآن يخبر الملك بهذا الكلام، فهلما الآن نتشاور معا. فأرسلت إليه قائلا: لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله، بل إنما أنت مختلقه من قلبك، لأنهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين: قد ارتخت أيديهم عن العمل فلا يعمل، فالآن يا إلهي شدد يدي. ودخلت بيت شمعيا بن دلايا بن مهي طبئيل وهو مغلق، فقال: لنجتمع إلى بيت الله إلى وسط الهيكل ونقفل أبواب الهيكل، لأنهم يأتون ليقتلوك في الليل، يأتون ليقتلوك. فقلت: أرجل مثلي يهرب؟ ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل. فتحققت وهو ذا لم يرسله الله، لأنه تكلم بنبوة علي. وطوبية وسنبلط قد استأجرا، هيدا نبي، نبي للأجار، لأجل هذا قد استأجرا لكي أخاف وأفعل هكذا وأخطئ فيكون لهما خبر ردي لكي يعيراني. أذكر يا إلهي طوبية وسنبلط حسب أعمالهما هذه، ونعدي النبي وباقي الأنبياء الذين يخيفونني. وكمل السور، هللويا أمين. في 25 من أيلول في 52 يوما، ولما سمع كل أعدائنا ورأى جميع الأمم الذين حوالينا سقطوا كثيرا في أعين أنفسهم، وعلموا أنه من قبل إلهنا عمل هذا العمل.
وأيضا في تلك الأيام أكثر عظماء يهوذا توارد رسائلهم على طوبية، ومن عند طوبية أتت الرسائل إليهم، لأن كثيرين في يهوذا كانوا أصحاب حلف لأنه صهر شكنيا بن آرح، وأيه حنان ابنه أخذ بنت مشلام بن برخيا، وكانوا أيضا يخبرون أمامي بحسناته وكانوا يبلغون كلامي إليه، وأرسل طوبية رسائل ليخوفني. مقطع فظيع، مقطع حلو ومقطع محزن at the same time، بأنه نشوف قديش في ناس يلي محسوبين على الرب اشتركوا بالمؤامرة ونقل الحكي والتخويف. لكن يا أحبة لا نخاف، لأنه إلهنا معنا. نصلي. إلهنا وأبينا، أصلي أنك أنت تبارك كلمتك لقلوبنا كما باركت الترنيم والتسبيح والعبادة. نشكرك يا رب لأجل كل اللي سبحوا ورنموا، لأنه بالنسبة لك تعلمنا برسالة العبرانيين أنه التسبيح هو ذبيحة، ذبيحة حمد تقدم لديك. نرجو أن تقبل ذبائحنا يا رب، ونصلي أنك أنت تلمس كل قلب. إذا حدا خايف بيناتنا، إذا حدا يا رب ضيع الهدف بيناتنا، إذا حدا إيمانه ضعف أو شك بيناتنا، يا رب استخدم كلمتك لتبني وتعزي وتشدد وتشجع وتقوي. باسم ربنا يسوع نسألك. آمين. آمين. مكايد إبليس ليوقف عمل الله. رح نقرا مع بعضنا بصوت عالي هالآية الصغيرة ثلاث مرات، من فضلكم بصوت عالي مع الشاهد لنحاول أن نحفظها، لأنه ربما هالآية بتلخص كل العزة. كورنثوس الثاني 2:11، لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. الكلمة باليوناني واردة خمس مرات يلي بتعني سكيمز أو أفكاره أو مكايده. نويماتا باليوناني، ومترجمة حرفيا هيك هي بحسب القاموس: a thought, a purpose, design, the mind, the heart, soul, feelings. فإذا أفكار الإنسان، قلب الإنسان، مشاعر الإنسان، مخططات الإنسان، أهداف الإنسان، كلمة كتير كبيرة. فالشيطان مش عم يشتغل هيك عمبو جنب، منقول عم يشتغل، عنده أفكار، عنده مخططات. مع بعضنا البعض بصوت عالي من فضلكم، كورنثوس الثانية، لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. نحن منعرفه للشيطان، نعرف شو بده، ما منجهل أفكاره. للأسف الإنسان ما بيعرف كلمة الله، ما بيعرف شو أهداف الشيطان، لكن نحن منعرف. مرة ثالثة وأخيرة بصوت عالي قبل ما نسمع للوعظة، جميعنا بصوت عالي، لألا أمين. كيف تتخيل عدوك؟ كيف تفهم عدوك؟ كيف تتصور للشيطان؟ في ناس أكيد نعرف أنه بينكروا حتى فكرة وجوده، لكن البعض بيرسموه دائما بشكل فني، بشكل بضحك، له دنب وحامل بيده شوكة أو حامل بيده سيف، the reaper، رايح يحصد الناس. وفي ناس مرعوبين منه، مونستر بخوف، بجقر بالليل، خايفين. لا هيدي ولا هيدي. إذا بتكبر الشيطان أكبر من حجمه بيكون مبسوط كتير، لأنه عم يرعبك ويخوفك ويضعف إيمانك. وإذا بتستصغره وبتنكر وجوده بيكون مبسوط أكتر، ما عنده كتير يعني self dignity، هيك كرامي، عم تنكرني. لأنه إذا بتنكره بيقدر يشتغل ويخطط ويعمل بحياتك ويوقعك بفخاخ وإنت مش مدرك حقيقة وجوده. في عبارة مشهورة بيستعملوها كتار بلبنان، كنا نقرأها على الحيطان وين ما بتروح، كنت تقرأ على الحيطان هيك بالسبراي الأسود: اعرف عدوك، ثلاث نقط عدوك حسب أي منطقة رحت عليها. بمنطقة معينة كنت تقرأ في حدا معين، بالمنطقة الثانية كنت تشوف حدا ثاني، حدا ثالث. وأنا عشت كل مرحلة الحرب بلبنان تقريبا 17 سنة، وتغير عدونا شي 20-30-40 مرة. مرة يكون الناس من طائفة معينة، مرة ناس من دولة معينة، ومرة ناس من نفس الطائفة، ومرة ناس من نفس الحزب، ومرة. لكن هل تعرف عدوك؟ هل تعرف من هو عدوك؟
بيقفل الستة بيقول محاربتنا ليست مع لحم ودم، مش مع إنسان، مش مع بشر، محاربتنا مع مين؟ أجنار وسلاطين وولاة على هذا الدهر، مملكة من الشياطين. حتى لو أنت مش منتبه لوجود، بدي لك شغلي بهيدا الوقت، بهيدا اللحظة في ملائكة موجودة معنا ولو نحن مش شايفينهم. قال ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ملاك الرب موجود معنا، ملاكة الرب موجود معنا. العالم الروحي ما منشوفه لكن منتأثر فيه بكل لحظة. في شياطين موجودة كمان. هل تعرف عدوك؟ هل أنت متحضر له؟ بعض صفات هذا العدو بنعرف أنه هو عدو، وعدو ذكي جداً. بوقت الأوقات كان المسؤول عن التسبيح بالسماء. مثل ما نقرأ بأشعياء 14 حزقيال 27، كان كامل الجمال وخاتم الكمال ومنتهى الفهم. ما بيقول بالكتاب ولا مرة أنه تجرد من فهمه، لكن الفهم تبعه لما يكون فهم في النور صار فهم في الشر. بيقول بالكتاب أنه هو ملك هذا الدهر، ويريد أن يملك على الناس وأن يسيطر على الناس. والملك بلا مملكة ما بيكون ملك، فهو ملك وعنده مملكة، مملكة روحية. هو قائد، هو رئيس، وعنده أتباع روحيين، وعنده ناس بده يسبيهم وينضموا لإله. بس بدي أخبرك شغلة، في أقوى منه لهيدا القوي وهيدا السجان، في أقوى منه لهيدا الملك، وهو ربنا يسوع المسيح اللي إجا وكسر الفخ وحررنا منه، إله كل المجد. ويقول الرب يسوع المسيح نفسه إنه هيدا الشخص، هاي الشخصية الفظيعة، هو قتال، صفته قتال مجرم، ويشارك ويشن معارك روحية ضد عمل الله. وبدي أقول لك كمان شغلة، هو بشن معارك روحية ضد العالم كله، لكن الكنيسة شانة هي الحرب على إبليس. بكل مرة بتروح وبتخبر عن قداسة المسيح وبتعيش قداسة المسيح، بتخبر عن محبة الله وبتوزع إنجيل، أنت عم بتشن معركة روحية على مملكته، وأنت بمملكته، لأن هذا العالم كله قد وضع بشو، قولوا معي، في الشرير. المسيح هيك قال، أنا على هيدي الصخرة ببني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. الأبواب تستعمل دائما للحماية، سور، ما قرينا بإيش ابن حمية ستة إنه كان عمل السور بس بعد ما حط الأبواب، الأبواب هي للحماية. حتى الجحيم ما رح يقوى على الكنيسة. اوعى تخلي الشيطان يقنعك بيقول ايام إنه إحنا ضعاف ونحن مش قادرين على شيء والعالم قوي والشيطان أقوى منا. نحن مع الرب، نحن غالبين دائما بنعمة الرب. عنده أهداف وعنده استراتيجية، وأدركنا ذلك أو لم ندرك، وأعجبنا ذلك ولو لم يعجبنا، أنت موجود ضمن هذه المعركة. معركة على فكرك، معركة على قلبك، معركة على وقتك، معركة على مصرياتك، معركة على مرتك، معركة على زوجك، معركة على أولادك، معركة على كنيستك. الشيطان المدمر القتال بيريد يخرب كل هودي، وإذا نحن ما انتبهنا يا أحبة منكون نجهل أفكاره. ليه اللي كنا عم نقراها في بداية الاجتماع؟ طيب شو هي أهدافه؟ تأملنا أولاً مين هو العدو؟ اثنين، شو هي أهداف هيدا العدو؟ كتيرة. من تكوين واحد أو مش واحد، ثلاثة، تبدأ تقرأ عن أهدافه، إسقاط الإنسان، التشكيك بكلمة الله، كتيرة، ما في وقت هلأ عددها كلها، لا مش هيدا موضوعنا، لكن خلي أذكركم بالبعض منا. من أهدافه أنه ينشر الخطية وينشر الشر في هذا العالم. نحن عم نعيش بعالم، ما في داعي أبدا أني أشرح أو أني أنعكم إيش عم نعيش بعالم شرير. بوقت من الأوقات كان الإنسان بده يقصد الشر. بتذكر أنا وصغير كان يقولوا أن الواحد إذا بده يمكن يعمل شيء مش منيح كان ينزل على بيروت في سوق أو في أماكن لممارسة بعض الخطايا. هلأ الخطايا موجودة ببيتنا، على تليفوناتنا، على بمدرستنا، الشر فظيع، نشر الخطية والشر في هذا العالم. الهدف من نشر الخطية والشر أخذ الناس لجهنم، لأنه قتال، هو قتال.
مش بس قتال بالمعنى الجسد انه بيدبح وبقص رقاب، لكن قتال بالمعنى الروحي، بيريد يقتل روحك ويقتل قلبك وياخدك للموت الثاني الابدي. بيريد ياخد الناس لجهنم، بيريد انه يدمر العائلات، العيال، معركه جامده عنيفه على الزيجات على العيال. ما بقى حدا بده يخضع للكتاب المقدس. يمكن الرجال اوقات بسيء فهم شو يعني الرجل راس المراه، بفكر معناتها الرجل الباص تبع المراه، وهذا الشيء مش صح. ما قال هو الباص تبع المراه، قال هو راس المراه بمعنى انه بيحميها وبيموت من شانها. والمراه بتخضع للرجال. اليوم ما بقى حدا بده يسمع هذا الكلام، واذا انا حكيت هالكلام بفكروني لاني انا يمكن يا قسيس يا ما اصل لبناني. الكتاب يا احبه بقول هيك. والولاد ما بقدروا يخضعوا للاهل، والاهل ما بقدروا يضحوا لاجل الاولاد. خربانه. هذا كله من عمل ابليس. من اهداف ابليس انه يقاوم كل بر. قال له المسيح للشيطان للمسكون، قال له يعدو كل خير، يعدو كل بر. الا زلت تفسد سبل الله المستقيمة؟ وين في صورة حلوة بيروح يمد أصبعه حتى يخربها؟ وين في عائلة حلوة بيحب إنه يمد أصبعه ليهزها؟ وين في كنيسة حلوة بيحب إنه يروح يحط من هون ومن هونيك بعض العناصر الأشخاص لحتى يعكر صفو عمل المسيح؟ لكن نحن لا نجهل أفكاره، نحن لا نجهل أفكاره. من أهدافه حطيتها هيك بلون مميز عن الباقيين، بيريد يدمر الكنائس. لأنه يا أحبة إذا تدمرت العائلة تدمر المجتمع، وإذا تدمرت الكنيسة تدمر العمل الروحي. واليوم إذا بتروح تعمل أي دراسة، في كتير ريسيرشز، في كتير كتب على الموضوع، إنه اليوم نحن عايشين بأكتر زمن يلي العالم فيه ما بقى بدها كنيسة بالمفهوم الكتابي على الأقل. العالم تهرب من الكنائس، بدهم يعملوا كونسرت يروحوا كل الناس يحضروا ويزقفوا ينبسطوا ويفلوا، بدهم يتابعوا دروس على الانترنت ودروس لاهوتيه هون وهون، وبقلبوا من محطه لمحطه، وبفكروا انه هي بتحل محل الكنيسه. لا، هيدي ما بتحل محل الكنيسه. المطعم اكله طيب بس ما في مثل سفره الماما، امين، واجتماع العيله. نعم في مطار حلو والبارك حلو، بس ما في شيء بحل مطرح العيلة يقعدوا مع بعض ويحكوا مع بعض. ما في شيء بحل محلها. الميت مكتر خير الله من شأنها بتعتني بالمشردين، لكن الميت ما بحل مطرح العيلة. مع أنه نشكر رب لأجل كل الميات اللي بتخدم الأولاد. الكنيسة ما في شيء بحل محلها. قال الراعي لازم يكون مثال للرعية. من خلال الانترنت ما في يكون مثال لألك، على التلفزيون ما في يكون مثال لألك. لازم يراقب الرعية، والرعية لازم تخدم بعض البعض وتدعم بعض البعض وتكون مثال لبعض البعض وتعتذر من بعض البعض. هي ما بتصير على الانترنت. الشيطان بده يخرب الكنيسة. حرب قوية على الكنيسة بالأيام، وعلى مستوى العالم. هل في داعي نحكي قديش الشيطان عم بيخرب المجتمعات، عم بيخرب البلدان، القتل، الذبح؟ عمل الشيطان القتل. لكن واحد من اهداف ابليس يلي بيريد انه يهاجم فيها وركز عليه شوي اكثر من غيره، هو انه يكرسح الكنيسه. فيمكن نحن وقت نفكر انه نشكر رب كنيستنا كثير منيحه وهو هيك، نشكر رب الناس عم تيجي عندنا خدمه وعم يعطينا مبنى، نشكر رب وهذا صح. لكن يا حبه الكنيسه مش انا، الكنيسه مش اللجنه التدبيريه او اي لجنه، الكنيسه هي كل واحد ووحده منكم، وكل واحد ووحده منا. يلي ما بيعرف مركزه بجسد المسيح ودوره، نحن قال أعضاء بجسده. إذا ما بنعرف أنا شو، إذا أنا أصبع لي نوع من الدور بيختلف عن إذا أنا عين أو ديني أو يد أو رجل. فإذا أنت ما أدركت دورك وما عم بتقول بدورك، أنت عم تساعد على تكرسح الكنيسة. ما بيكفي أنك تجي تعبي مكان هون، لازم تعرف شو دورك، لازم تعرف شو موهبة الله لألك، دعوته لألك، وتتأكد أن أنت عم تعمل هيدا العمل. ما أعرف إذا بتتذكروا من زمان، خبرتكم هذه القصة، يمكن معظمكم ما كان موجود.
مرة في شاب بلبنان كان عنده بلبنان إذا بتعمل ما بعرف هون نفس الشيء إذا بتعمل أي مشكلة مع واحد بالجيش تتحاكم بالمحكمة العسكرية لو شيء بسيط لو سيارتك ضربت سيارته. فهذا شاب بالكنيسة جاء قال لي أنا كان عندي مشكلة مع شاب بالجيش وتشك علي وعندي محكمة عسكرية بتروح معي. قلت له إيه محكمة عسكرية مثل المحكمة العادية بس بتكون ستريكت أكتر وبيكون القاضي هو ضابط كبير بالجيش وما بيكون في كتير مجال محامي مش محامي دغري يعني بيفصل بالموضوع محكمة عسكرية اسمها على كسمة. فكان الأخ خايف قلت له إيه بروح معك ما رح أعمل له شيء بس بقعد حد وبشجعه شوي. مهم فتنا قعدنا كان في 7-8 قضايا بدها تعرض على القاضي والكل بفوتوا ما حدا بفوت ما حدا بيطلع غير ما يخلصوا كل القضايا. ففي قضية كانت قبل هيدا الشاب جيش جندي وجا وفي هيك قفص صغير يعني حجمه يمكن بطول هالطاولة هيدي هيك بعرضها هالقد علو قفص بفوت على القفص يعني مجرد ما تفوت لهونيك توقف قدام هيدا الزلم اللي ما بيضحك بالحقيقة بتحس حالك بورطة. أخ يا حبه هو طبعا الميكروفونات غيروا لي هذا الله يخليكم جيبوا لي بتعلق هون مره ثانيه. فقال له الشكوى ضدي بتقول انك انت نمت بالمحرس. تعرف شو المحرس يعني ابواب كل سكنه او مطرح في جيش بيقف فيه هيك تخشيب صغيره هيك متر بمتر يلي بيقف فيها الحارس الجندي بيقف حامل باروده واقف وجمالا لازم يتغيروا كل 4-5 ساعات اللي هن 24 hours. قال له انت كنت نايم بالمحرس هيدا جندي. قال له لا سيدنا انا ما كنت نايم بس انا تعبت ويعني عم انتعب وقعدت شوي. قال له بس انت قاعد نمت. قال له لا سيدنا ما نمت بس انا حطيت برودي هيك على الارض ولي دقني عليها. قام اجا وقف الرقيب المسؤول تبعه قال له شو شهادتك؟ قال له سيدنا رحت وشفته نايم وحتى اتاكد من انه هو نايم خربشت شوي على هيدا الخشب مرض قمت رحت جبت معي فلان لفلاني شاهد اللي هو جندي ورحنا واثنيننا شفناه نايم وبالاخر دقينا على هيدا حتى واعي. بده يحكي قال له ما بقى تحكي شهر بالحبس بتقرعوا له راسه. اه سيدنا سكوت على الحبس تقرعوا له راسه حارس ونايم خادم مؤمن معلم مدرسة احد منظفجي مدهنجي اي شيء ما بعرف شو دورك نايم مبشر نايم واعظ نايم قدوه نايم بي ام اخ نايمين غافلين ما بيجوز ما بيجوز الحارس يكون نايم. قال المسيح انتم نور العالم انتم نور العالم اذا كان النور اللي فيك ظلمه فالظلام كم يكون؟ أنت ملح الأرض إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ يعني أنت تجي على الطبق لحتى تملحه بتحط ملح بس الملح صار بلا طعم بشو بتطعم الملح شو بتملح الملح مع أنه الملح له استعمالات كان أهم بكتير مجرد ملح على الطعام كان يستعمل لحد هلأ بيقولوا بيقدد يعني ما كان في برادات اللحمة وغيرها تملح لتحفظ استعمل للحفظ. الشيطان يريد أن يكرسح الكنيسة لكي يوقف عملها. يا أحبة أنا عبد بطال أنا إنسان عبد بطال لما بعمل كل شيء عملته لكن بحاول دائما أتحدى نفسي أني إذا زرت أي واحد منكم أقدم له كلمة الرب إذا إجا أي واحد على الكنيسة جديد أني روح زوره إذا أي حدا محتاج لمتابعة على تلمذة إن تلمزه وتابعه ضمن الوقت وضمن الإمكانيات اللي عندي إذا محضر وعظة بحضر فيها وبتعب عليها ساعات طويلة أقل وعظة 10 ساعات لأني بدي أوقف قدام الرب مش قدامكم بدي أعطي حساب بدي أوقف قدام الرب أعطي حساب يوم الأيام. وإنت نفس الشيء إنت خادم للمسيح بدك توقف قدام الرب وتعطي حساب عن شو سلمك إذا عملته وكيف عملته وبأي هدف أنت عملته. بريد الشيطان يعرق الكنيسة لا يمكن أنه شخص أو أشخاص ليل يقدروا يقوموا بكنيسة لأن الكنيسة هي جسد والجسد كله لازم يهب ويقوم ويخدم. أمين؟ في قاعدة ما بعرف مضبوطة يعني بتقول 20-80 يعني بكل كنيسة في 20% من الناس اللي فيها بيعملوا 80% من العمل
والخدمة، في 80% من الناس الموجودين بيعملوا 20% من العمل. يمكن هذه النسبة بتكبر أو بتظهر من مكان لآخر. أنا بصلي إنه نحن يكون عندنا 100% القاعدة، أمين؟ كل واحد منا بتحب تخدم، خاصة رايحين على كنيسة، على مبنى جديد، بدنا لجنة. هيداك نهار عم فكر طلعنا بأربع لجان زيادة عن الموجودين، نحن عندنا 17-18 لجنة. بدنا لجنة للصيانة لأنه مبنيين هن، اللي ما بيعرف عندنا مبنى بيشبه هيدا ومع بيسمنت وبيت حده. في لجنة للصيانة، لجنة للتنظيفات، لجنة لشيل التلج والحشيش وغيره، لجنة لإدارة المبنى، دفع الفواتير واللي بتروح وبتجي وغيرها. لجنة الضيافة بدها تكبر، لجنة الشركة بدها تكبرها كتير، لأنه لما يصير عندنا مكان بيسمنت بساعة 300 شخص بنعمة رب، يخلص الاجتماع بنزل لتحت بدها الشغل. المجال للخدمة مفتوح. وبدي لكم شغلة، الكنيسة محتاجة ل200 مبشر، كل واحد منا. يمكن في أمور بتقدر تعملها، في أمور ما فيك تعملها، بس كل واحد منا بيقدر يخبر عن محبة المسيح. فالشيطان بريد يوقف العمل. أنتوا كنيسة خليكم كنيسة، مبسوطين وعندكم لجان زيدوها، عندكم خدمات زيدوها، عندكم اجتماعات زيدوها، عندكم نشاطات زيدوها، عدوا حكوا وخططوا وألفوا واخترعوا وعملوا اجتماعات وعملوا تدريبات، بس شو بدكم بالناس اللي برات؟ هاي الحيطان، هاي خداع كبير من إبليس. أوقات بيلهينا ببعضنا، بيلهينا بأمورنا وبشؤوننا، أوقات مشاكلنا، أوقات يمكن البعض قيلوا قالوا أمور صغيرة ما لها أهمية. يا حبة، نحن بنجتمع مع بعضنا ككنيسة لنعبد إلهنا ونرنم له ونسبح ونتعلم من كلمته ونطلع لبرا لحتى نخدم الرب. فلما نصير نشتغل ببعضنا بنزعج بعضنا. بريد يوقف الخدمة. اثنين، بريد يلهينا بالعالميات. لشو انت بدك تتبرع وتعطي للخدمة والكنيسة؟ في غيرك أغنى منك أو معه مصاري أكثر منك هو بيتبرع. أو أنت بعدك مش دافع المورجج تبعك، أو مش دافع السيارة تبعك. ما رح أدخل بهذا التفصيل كتير، لكن يا أحبة بكل هذا الكتاب من أوله لآخره في مبدأين أساسيين عن العطاء. أول مبدأ هو أنك تعطي الرب من كل قلبك الأولوي والباكورة مش الفضلي. واثنين، أنك تعطي بسخاء وتعطي بفرح، مش تعطي عن اضطرار. بلهينا بالعالميات، بلهينا بالعالم، مشغولياتنا، مشاكلنا، بخلينا نكون إذا مش ملتهيين بالعالم نكون ملتهيين بشؤون هذا العالم. نحن عم نعيش بعالم كتير معقد بالحقيقة. من قبل كان كتير بسيط، كان الواحد يروح يشتغل بجيب مصريات وكاش بخبيهم تحت الفرشة أو ما بعرف وين، وإذا بده يشتري شيء من الدكان بيدفع له بياخده بجيب، انتهى الموضوع عند حدود هيك. الأولاد بروحوا 4-5 سنين على المدرسة ليصيروا يفكوا الألف باء، والواحد يتعلم له شوية حساب وشوية انتهى الموضوع. أنا ما عم مجد هذيك الأيام، كانت أيام صعبة، لكن اليوم نحن اليوم نعيش بعالم كتير معقد. هذاك النهار عم فكر بكم نوع إنشورنس عندي. فكر تشتري وقت الشغلة عفش ما بعرف شو بتشتري لها جارانتي، البيت مجبور تعمل له إنشورنس صح، السيارة مجبور تعمل لها إنشورنس، هو هيلث إنشورنس ولايف إنشورنس وغيره. كم سلولار فيه بالبيت؟ كم تليفون؟ كم انترنت؟ كم الكترونيك بتدفع عليهم؟ حياة معقدة. ومنصير مشغولين ومنصير متعلقين فيهم ومنصير عم نركض وراهم ومنكرههم وما منحبهم وما منحب هالحياة اللي فيها كتير. مثل الأخطبوط مسكنا بميت إيد بس معلقين فيهم وراكدين وراهم لدرجة منصير مشغولين عن عمل الله، مشغولين عن الخدمة وتركين الخدمة لبعض الناس. مجموعة معينة بكل كنيسة في مجموعة معينة اللي عم كل واحد من هالمجموعة يبقى عضو باللجنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعم يركض 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 مش ملحق، والبقوا لأنهم راكدين ورا شؤونهم ورا حياتهم. هل العالم شغلك؟ هل الحياة هيدي شغلتنا؟ ما كلها باقي هون، كلنا منعرف وكلنا بنستعمل هالتعابير، كله باقي هون ما حدا اخذ شيء معه، كلنا بدنا نموت حتى الجسد فاني، العالم كله فاني، كله منتهي، بنستعمل كل هالتعابير بس منعيش ومتعلقين بكل هودي. حبيبي، هل بكنزك السماوي مصمد لك
شي شوية. خطة رابعة بيعملها إبليس هو إنه يعيق الإنجيل، يعيق تقدم الإنجيل. أنا بدي لكم، يمكن البعض منكم بيفهم علي الخاص مؤمنين القدم، إنه أول ما إمنت أنا من حوالي 32 سنة وشوي، كان فكرة إنه مؤمن ما ببشر كان أمر غريب جدا عن تفكيرنا. كل مؤمن ببشر، كبير صغير، مؤمن مؤمن شاب، إنك أنت تؤمن معناتها إنك تبشر، كان الأمر مسلم فيه. بتوزع نبزة، توزع أيام الكاسات، توزع كاسات فيلم فيديو كتاب إنجيل، تعزم ناس، بس إنه مؤمن ما ببشر كان أمر كتير مستغرب. نحن اليوم إذا واحد ببشر صار الأمر مستغرب. انتبهتوا كيف الشيطان شوي شوي مثل ما حطيت لكم فوق paralyze the church، بريد إنه يكرسح الكنيسة شوي شوي. عم نصير كنيسة تقليدية. شو يعني كنيسة تقليدية؟ كنيسة تقليدية معناتها صار عندها تقاليد، بتمارس التقاليد واكتفت فيهم، وما بقى عندها رؤية للتبشير، ما بقى عندها رؤية للوصول للعالم وتخبر عن يسوع. بتعرف شو أهمية التبشير؟ رح لكم شو أهميته. أهمية التبشير إنك تنقل مصير إنسان من جهنم للسماء. هل قد مهم التبشير؟ صدقوني أهم من كتير أمور تانية حتى بالخدمة بنعملها. لأنه اللي ما بيعرف يسوع ما قاله خلاص. ويسوع أرسلنا العالم، كان عنده 12 أرسلون 2-2، 70 أرسلون 2-2، اذهبوا العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. بريد يكرسح الكنيسة. كنيسة تقليدية معناتها صار عندها ممارسات، بهيدا النهار نعمل هيك، بهيدا النهار نعمل هيك، نجي على هيدا الاجتماع ومنعمل هيدا النشاط ومنعمله بشكل تقليدي، traditional، منكرره منكرره لدرجة ما بقى نفكر كتير ليه عم نعمله، كيف عم نعمله، وإذا عم نعمل شيء صح. بريد يعيق الإنجيل، بريد يكرسح المؤمن من أنه يخدم. كل مؤمن بحسب تعليم كلمة الرب عنده موهبة، على الأقل موهبة من مواهب الروح القدس. هل تعرف شي موهبتك؟ وهل عم تستخدم هيدي الموهبة في حياتك؟ شو هني النقطة الثالثة بهيدي الوعظة اليوم، ورح وقف بأولها ومرت الجاي بكمل الموضوع لأنه عندنا تفاصيل كثير مهمة نتناولها المرة الجاية. لكن شو هني مكايد إبليس؟ شو هني؟ شو بيعمل عملياً؟ كيف بيحاول يعرقل الخدمة؟ هناك العديد منهم مكايد عديدة، ونرى كثير من أشكالها بسفر نحمية. أول شيء هو تفشيل الخدام. تعرف يا أحب إذا في جيش والخادم أو الضابط تبعه فشل وهرب، شو بصير بالجنود؟ كله على الهريبة يا شباب، ما هيك؟ أضرب الراعي، شو بتصير بالرعية؟ تتبدد. 13,000 واحد بسموهم داعش بالعراق، 13,000 واحد هرب قدامهم جيش مئات الألوف، كانت صدمة للكل. ورئيس الوزراء السابق بالعراق لقط الضباط وحكمهم، ما بعرف إذا عدم البعض منهم بس حكمهم للضباط. جيش مسلح أسلحة أمريكية هرب قدام جوقة زعران واحتلوا نص العراق ونص سوريا. ما بحكيكم عن الناس يعني أخذوا له شي ضايعة. ليه؟ في 100 سبب وسبب، بس على الأقل سببين. أرجوكم يا حبا ما عم بحكي سياسة ولا حتى أمور دينية، صراعات دينية من هون. جماعة داعش عندهم قضية مستعدين يموتوا من أجلها. الجيش العراقي مخردق، بتعرف شي مخردق؟ يعني منه faithful وما عنده رؤية ومش مستعد يموت وما عنده قضية. جيش وضباط مدربين سكنين مع تركوا المعدات تبعهم وهربوا، وقرطة زعران احتلوا بلد نص بلد نص بلد، لأنه يؤمنوا بقضيتهم الجهنمية الشيطانية ومستعدين يموتوا لأجلها وعم بيموتوا لأجلها. لكن بالمقابل هوديك لا عندهم قضية ولا مستعدين يموتوا لأجل القضية. يا حبا نحن عندنا قضية اسمها قضية مجد ابن الله، قضية الفداء،
قضية صليب الرب يسوع المسيح وموته وقيامته، قضية خلاص الله للبشرية، الروح القدس موجود فينا، الكتاب المقدس معنا، الله موجود فينا، عنا قضية ولازم نكون مستعدين نعيش لأجلها وانطر الأمر نموت لأجلها. قولوا أمين. كان في كتير قواد في شعب إسرائيل، شو عم يعملوا هؤلاء القواد؟ قاعدين يتفاوضوا مع طوبية ومع سنبلط ومع طوبية ومع سنبلط، وهيدا عطاه ابنه وهيدا أخذ بنته وهيدا قاعد معه وعم يعمل، حتى الأنبياء قال استأجرون أنبياء للأجار، نحن مش للأجار بنعمة الرب. أمين. مرة كان مبارك عم بحكي مع أسيس مش من هون، يعني بحكي وياه طمن عنه، قال لي في شخص قال لي أنت لازم إنه ضميرك يكون معنا، قال له أنا ضميري بعته. كيف ضميرك بعته؟ قال له أنا بعته وتمنه دفع دم المسيح، منه للأجار مرة تانية، حكي مع اللي اشتراه. الإنبيا شمعيا بن دلايا بن مهي طبقيل استأجر، قال استأجره سنبلط وفوقه ونوعدي النبي وباقي الأنبياء الذين يخيفونني. كان في انبياء وكان في كهنه وكان في قواد، لكن كانوا راضيين انه الهيكل مهدوم، انه السور مهدوم، انه العدو تسلط علينا. بعدين بساعه 13 نشوف مرت الجايه عملوا له مخدع، عملوا له فرشه، بيت للاستقبال لصنبلط ولطوبيا بالهيكل. شوف وقاحت الشيطان وشوف تخاذلنا لما منتخاذل بالهيكل. قام راح طوبيا زدته هو وعفشاته لبرا، فمن شد شده. كلهم رضيوا بالواقع، شو فينا نعمل؟ ما فينا نعمل شيء، ما فينا نغير شيء، العالم قوي، الميديا قوية ضدنا، ما معنا، ما عنا. لا معنا وعنا. بدي لكم شيء، نحن بهذه الكنيسة في مؤمنين وعنا مصاري وعنا علم أكثر من 12 رسول اللي بلشوا الكنيسة وفتنوا المسكونة. 12 كانوا صيادين سمك، ثلاث أرباعنا متعلمين أكثر منهم. ما كان عندهم شيء، بطرس كان بده إستارة من تم السمكة ليدفع عنه على المسيح الجزي، نحن عم ندفع التاكسز بدون ما نتدين. لكن كان عندهم قضية، وكان عندهم رؤية، وكان عندهم هدف، وكان عندهم استعداد يعيشوا واستعداد يموتوا لأجل هذه القضية. لو بتصير عندنا نفس التكريس بنقدر نعمل المعجزات يا أحبة، بنقدر نعمل معجزات بنعمة المسيح. كلهم كانوا راضيين، لكن في واحد قاعد بعيد بإيران اليوم بلاد فارس، قاعد هونيك بس قلبه على عمل الله، قلبه على شعب الله، قلبه على السور. جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا فسألتهم عن اليهود، هذا بنحمية واحد الساعة 2 إصحاح 1 وعدد 2، الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء واعترف بخطاياه وخطاياهن. يا رب أنا بدي أعمل شيء بآخر الدنيا، يا رب أنا بدي أعمل شيء، أنا ما برضى أضل قاعد هيك. ليك إذا إجا واحد من العراق اليوم وسألني من قل له خبرنا عن العراق، ما بيخبرنا شيء بيشمل الكلام اللي سمعناه؟ والموصل أو الشام أو حمص أو سعد نايل أو شو اسمه هودي بلبنان، مش سعد نايل، عرسال مخروبة وشعب الرب هربان، الكنائس محروقة. حرام، نشكر الله نحن مش هونيك، خربت كبرت ظهرت حادت عن كرمه. نشكر الله كتر خيرك، نشكرك يا ربنا عايشين بالبلد. امين، لازم تشكر انك عايش بالبلد، بس بتحرك بقلبك شيء، حابب تعمل شيء، حابب تبعث لك شويه مظهر لهونيك، حابب تساعد لك شي كنيسه هونيك، حابب تروح لهونيك شي زياره تبشيريه. هلا الاحوال مش منيحه بلبنان، لو انت رايح تبشر ما بتفرق معك، اذا انت رايح تكذب بتفرق معك بلبنان او بسوريا او مصر او بالعراق او بليبيا او يا حبه شرقنا
جهنم لك عم يحترق لك هودي أهلنا. مش معقول قديش الشيطان بخلينا نصير أنانية أحيانا، قديه بيعمي عيوننا، قديه بخلينا نركز على زاويتنا. نحمي كان بأحسن مطرح، ساقي الملك يعني مستشاره للملك، مش بس ساقي الملك يعني بيعطيه الكاس وبيطلع، كان أمين سره. فات لعنده عم بقدم له الكاس، قال له شو باك وجهك مكمد، مش هيدي عادتك من مبارح وقبل مبارح، ما قدر يخفيها. قال له كيف بدك اني اكون فرحان انا وهون وشعبي بهيدي الحاله اللي اني فيها؟ ايش بدك؟ قال له بدك تبعتني وتعطيني مصاري وتعطيني الناس وتعطيني انت ريسورس بدي روح ابني العمل. امين. في رجال يلي بيوقفوا، في رجال نايمين مش سألانين، لا قادرين نعمل شيء. اول مشكله هو لما اذا بتظن حالك بالكنيسه قائد، او بتظن حالك بالكنيسه قدوه، بتظن حالك بالكنيسه متقدمه في الايمان، خي حبيبي اختي عزيزتي، عيون الاخوه وعيون شبيبتنا وعيون اولادنا وعيون كلهم علي وعليك. ارجو ما نلعب دور العشر جواسيس يلي بثوا روح الهزيمه في شعب الرب. اياك ان تبث روح الهزيمه والفشل في شعب الله، اياك. لكن مش بس على مستوى القادة، ولكن أيضا على مستوى الناس، مكيدة التخويف، خوف، يأس، مكيدة مقاومة القوات. موسى بده يفوت ويشوع وكالب عم بقول فينا نفوت، والشعب قالوا شو؟ قولوا معي برجمه. وقتير هيك بحس احبا نيجي بدنا نعمل لنا شي خدمه هيك ومتحمسين، نيجي بنعلن بدنا نعمل كذا، بدنا نعمل امر معين، بدنا الاخوه طلعوا هيك كانك بتكب علينا مي سخنه مسقعه، ما بعرف سخنه مسقعه ايه، شو بكبوا دخلكم هلا على التلفزيون في هونيك شغله عم بكبوا ثلج على حالهم. تصير واحد مبسوط بالمشروع، بدنا نعمل هيك، بدنا نعمل هيك، بدنا نشتري، بدنا نروح، بدنا نعمل خدمه، بدنا نبعث للمرسلين، بدنا نعمل. تصير أخي تطلع أنه العامة شو متحمس هيدا، خلينا هون أسيس، نحن ما جبناك لهون لتعملنا خدمات برا، هون تعوا عزنا تشتش لنا بسطنا. كبوا على قواتكم مي مسقعة غالي، ما بعرف شكله بس بعرف أنه في مي تنزل. بل ما إيه أمين نحن معك. إجا أليهو، إجا إليا عند أليهو ودعاه لحتى يكون ملك، مسحه ملك. قالوا له رفقاته قواد الجيش قالوا له شو قال لك؟ قال لهم قال اني انا بدي اصير ملك. كل واحد حمل سلاحه، نحن معك. تعرف يا احبه لما هيك بتحكوني او بتحكوا لحدا منا هيك بطريقه هيك انه عشو متحمس، بتعرف شو بتعملوا فينا؟ وبتعرف لما نحن معك بدك تكسر اسيس، نحن رايحين نكسر معك، نكسر مش كسر الناس، ما نكسر حيطان وكيتشن بالبيسمنت. بدك تعمل شيء نحن معك، بدنا نروح على نبشر ايه نحن معك، نغير شيء نحن موجودين. الشيطان بيعرف يوزع البريشر تبعه على كل الميلات. مكيدة التركيز على زاويتنا، مكيدة مصادقة العالم، مكيدة مصاهرة العالم. باخر نحمية جبر رجال يطلوا نسوانهم يلي كانوا مش مؤمنين مش مؤمنات. ولكن هناك مكيدة مهمة كتير رح نتأمل فيها مرة الجاية، هي مكيدة الأصدقاء، مكيدة الناس من حولنا، مكيدة الأعداء يلي بيستعملوا كل أنواع الوسائل حتى يفشلوك منك تخدم الله. هاي منشوفها مرة الجاية، دعونا نحرق رؤوسنا في الصلاة.